أمال، أمال. إيه؟ أنتوا جيتوا؟ إيه اللي منيمك كده؟ قاعدة يا أخويا مستنياكم، عايزة أعرف الأخبار، إيه اللي حصل؟ وجع دماغ وصداع على الفاضي، كأن الراضي ده شيخ عرب. المهم أنا وصلت عمك لحد فوق وبيطلعي له كوباية لبن سخن، أنا داخل أرتاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب، اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تجعلني من الذين تركوا ذرية ضعافا فخافوا عليهم. اللهم أطعمني خيرا في ذريتي واجمعهم بالحب والخير. يا رب، كاد الزمام أن يفلت من يدي، فقوني ومكني أن أجمعهم بالخير والبركات يا أكرم الأكرمين. تعال يا أمال. اللبن يا عمي، عاوز مني حاجة تانية؟ اقعد يا أمال، عايز أتكلم معاكي كلمتين، كلمتين لوجه الله. خير يا عمي، أنا تحت أمرك. أنا تعبت معاكو كلكو وخايف العيار يفلت مني واخسركو كلكو وأنا في آخر أيام عمري. ربنا يطول لنا في عمرك يا عمي، سلامتك بعد الشر عليك. العيال بيلاقوا متعة في عصياني. يبقى معايا الحق ويصمموا يعرضوني والسلام، زي اللي يكونوا بيلاقوا في عصيانهم اللي يثبت لهم انهم بقوا رجاله. يا عمي ما هو انت السبب برضو، يعني برضو لازم تعمل لهم شخصيه كده وكيان وتسمع منهم. ايوه، قبل ما تحكم عليهم برضو تاخد رايهم. وهو حكم ربنا يتاخد معاه رأي. طب ايه قولك بقى ان فيه اكتر من رأي؟ يعني مثلا نصيب البت سلوى دي مش كان ممكن يتاخد في حتة واحدة بعيد عن المشاكل؟ وكان ينفع اديها نصيبها كله فلوس، بس النتيجة في النهاية كانت هتبقى ايه؟ هتبعد عنكم. وطبعا الفلوس وكترتها ممكن تلحس لها عقلها ويتلم عليها النصابين، وجايز تدخل في مشاريع خايبة تضر أكتر ما تفيد. ويبقى أنا عملت إيه في الآخر؟ ضيعت بنتي ورمتها وسط الهلاك بإيديا. أيوة يا عمي، بس أنت بتحشرها في كل حاجة بالعيني. أمل، أنت آخر أمل ليا، وعايزك تتقي الله وتفهمي جوزك وابنك إني أنا ما بميزش سلوى عليهم، بالعكس أنا بحمي سلوى بيهم. قولي لرأفت ابنك ما يضيعش سلوى من إيده، لأنه ساعتها هو اللي خسران. وقولي العاصم ياخد بنت اخته في حضنه وما يجبرنيش بعبطه اضيع من ايده الملايين، ما
انا اصلي لازم ادي لسلوى في النهايه نصيبها، اديهولها يا املاك يا فلوس، وانا بقى فضلت اديها املاك باسمها تحت ايد ابني وابن ابني. طب ما انت عندك حق والله يا عمي. الا طب ما بدام الحكايه كده يبقى انت بتقول صح وعين الصح، احنا كده ما خسرناش حاجه وهي البنت عايشه في وسطيني. وقولي الواد ابنك رأفت الغبي ده ما يضيعش سلوى من ايده، سلوى دي عروسه لقطه قبل ما يتلم عليها النصابين الطمعانين فيها، وليله يتنحرر شويه على لحمه وماله وما يسيبهاش تروح للاغراب. فهمك والله يا عمي، فهمك والله. ما تعولش هام، اني هفضل ازن على ودانهم زي الدبور لما يزن لحد ما رجع لهم عقلهم في راسهم ان شاء الله. تبقى عملتي فيهم معروف كبير قوي وريحت قلب عمك. طيب اقول لك بقى، تصبح على خير وانزل الحق عاصم قبل ما ينام، لحسن ما بيصدق يلاقي السرير ويروح رايح في النوم، ولا تلاقيه عمال يلعب في البتاع سخام النيله ده اللي اسمه ايه، الموبايل، بيقعد يلعب فيه زي العيال الصغيره. اي أيوة والله. يلا تصبح على خير يا نظري يا نن حبايه عيني يا عز من روحي. تصبح على خير، ربنا يجعل الخير في طريقك. فرفورتي يا لهوي، كنت شبات فرفور فرفور. يا ريت في هنية، حرام عليك يا هنية، سيبينا ارتاح شوية، ده انا اتهديت ليلة امبارح. يا ولا قوم فيز، أما الغرباء وصحي يا منية. صحي أيوة صحي يا أختي يا أختي يا بنت. إيه في إيه؟ صحي إزاي؟ ده أنا قلت مش هيصحى إلا لما العصر يأذن من الرقص اللي رقصه ليلة امبارح. يا حمتي بتقول ايه يا واد يا فاروق؟ ابا الغرباوي بجلالة قدره يرقص. ايوه امال ايه، ده رقص رقص ولا جدع عنده 15 سنه. كانت ليله حلوه يا بنتي يا هنيه، والواد المغنواتي شعللها وولعها، بس يا خساره. خساره ايه؟ احكي لي احكي لي. قلبت بغم، حصلت خناقه ما بين المعلم راضي وسيدي عاصم بيه. هي كده الحاجة الحلوة ما بتكملش، كأن الناس بتستخسر تشوف الناس فرحانة، تقوم هبداهم عين تبوظ لهم فرحتهم. يا بنت قولي الحمد لله اللي جات على قد كيدي، وسيدنا الغرباوي بإيه لحق الموضوع قبل ما يكبر وعدى على خير. أيوة يا أخويا، بس أبا الغرباوي مش هيقدر يستحمل الهم ده كله، دول 7 ليالي، ربنا يقويه. يا بنت همك عليه ومش همك علي يعني؟ ده راجل كبارة يا فاروق. يا بيت داني اللي بدبح وبشفي وبعش الناس، بالك يا بيت على ما الليله ما عدت كان العجل والجاموسه اللي ذبحناهم الصبح ما فاضلش منهم فتفوته. بالصلاه على النبي بقى، شكلك كان هيبقى ايه لو ما كنتش رحت الفرح؟ قولي لي بس، جدي جاب العجول اللي اندبحت منين؟ ايه اتصرف طبعا، ذبح العجل الكبير والجاموسه الكبيره مع انها يا عيني كانت بترضع، بس كان هيمشي الناس من غير عشاء عيب. يا خراب يا ماما، ده انا كنت في نص هدومي لما جدي قال لي اقف على راس الناس لغايه لما يخلصوا عشاء. الناس نزلت على اللحمه زي الوحوش. اه والله، ده انا متهيألي ان محدش كل فته، كله نزل هبر على الهبر لما تهبروا كلهم. يلا غلابه بالهنا والشفاء. بقول لك ايه، اديك اتعلمت وحسك عينك بقى بعد كده هوت جدك يقول لك على حاجه وتعصى. انا فعلا حسيت بغلطتي، بس بعد ايه؟ المهم دلوقتي تقوم تغسل وشك وتطلع لجدك مفرفش وحلو كده عشان تصالحه. يا واد احنا ملناش غيره. ايوه يا ماما، بس انا ما غلطتش غير في حكايه عجول الفرح دي وبس، لكن هو كمان غلط في نص العجول اللي كتبهم لسلوى واخدهم مني. ايوه عندك حق يا ولد، اني مفروسه فرسه من الحكايه دي، وخصوصا ان العجول دي تروح للبت الصفراويه المعصفره دي. بس الحق يتقال، يعني المال ماله هو حر فيه، من حكم في ماله ما ظلم.
وبعدين اذا كان لينا حق عنده نطلبه بس بالمعروف. يعني ايه؟ يعني ياخد مني مزرعتي اللي انا شقيت فيها وقضيت فيها عمري كله واقول له معاك حق يا جدي عشان انت جدي؟ لا يا اخوي، مش عشان هو جدك، تسايسه تسايسه وتساله انت عملت كده ليه؟ بالعقل وبالمعروف يا ولد. طب ما انا عارف، ما انا عارف، ما هو بعت لي رساله كده مع الدكتور بكري، بس انا بصراحه ما اقتنعتش، حسيت انه بيضحك عليا. قال لك ايه يا ولد؟ قال لك ايه؟ ما اني كمان عايزه اعرف. قال لي كلام كده غريب يا ماما ما يخشش الدماغ. قال ايه؟ بيضمن لي حقي عن طريق سلوى. قال انا بقى هقتنع بقى بالكلام ده، وهو في الحقيقه عاوز يفرض عليا جوازي من سلوى وان انا امشي تحت طوحها وبامرها كانها عمتي مش بنت عمتي. بصراحه اني الموضوع ده فارسني، وخصوصا جدك مهتم قوي بالبت دي. يا باي يا باي يا باي يا باي، ده قلبه ميس من ناحيتها بشكل، زي ما كان قلبه ميس ناحيه امه. ما هو متصور ان انا ممكن اتنازل عن رجولتي واستسلم وامشي تحت امر الهانم الجديده، لكن ده بعدهم هما الاتنين. انا هتحداها، انا مش هخليها حتى تفرض رايها على عجل لباني بتل واحد من عندي. ايوه يا ولد، ولا سنتوكه عجل. لا لا بس بلاش تعند وياهي، اصل البت دي عنيده زي اميها ودماغها ناشفه، ولو عاندنا معاهي ممكن جدك يقف في صفه، وبكده تخسر جدك وتخسرها هي كمان. وهو انا لسه هخسرها يا ماما؟ ما خلاص خلصت. عارفه يا ماما، لو كانت هي شاريه خاطري ولا بتحبني زي ما هي ما بتقول كانت راحت لجدي وقالت له لا، المزرعه دي بتاعت رأفت حبيبي وانا لا يمكن اشاركه فيها ابدا. عارفه حتى لو كانت عزمت عليا انها تتنازلي عن المزرعه يمكن كنت اتنازلت لها عن كل حاجه، يمكن كنت اتنازلت لها عن نفسي، لكن هي ما صدقت، ما صدقت علشان تتحكم فيا وتذلني بمالي. حبيبي يا ابني وجعت قلبي. ما هو انت لو كنت كتبت كتابك عليها زي الواد المعصعص اللي عامل زي يقول وحده الذره للواد اللي اسمه مادي على البت ناهد كان ممكن. ما هي رفضت تكتب الكتاب، مش رفضت تكتب الكتاب عشان تكشف عن نيتها السودا. لكن انا اهو، ان ما كنت اخليها تكره اليوم اللي دخلت فيه المزرعه ما بقاش انا رأفت الغرباوي. يا ساتر الستر يا رب، استرها معاني. المشروع اللي يعجبك انا اعمله لك، هو انا ليا بركه الا انت يا غرباويه يا صغيره. ربنا يخليك لي يا جدي يا رب. ايه بقى المشروع اللي انت عايزاه؟ انا مش مستعجله عليه، لكن بقوله لك عشان تحطه في اعتبارك، لان انا ماليش في المزرعه ولا تربيه المواشي ولا حتى ذبحها. المقدمه الطويله دي وراها مشروع كبير قوي. هي فكره في دماغي بس مش مدروسه كويس، لان طبعا انا ما عنديش خبره للمجال ده. بسيطه يا بنتي، احنا نبعت نجيب اصحاب الخبره نخليهم يعلموكي. يعني اقول؟ قولي يا بنتي انا سامعك. ايه يا بنتي متردده ليه؟ نفسي اعمل شركه للانتاج الفني، اعمل افلام ومسلسلات وبرامج وابيعها للتلفزيون والقنوات الفضائيه. مش ده مشروع كبير قوي وعايز تفكير. يعني ايه يا جدي؟ مرفوض؟ لا لا لا، ما قلناش مرفوض ولا حاجه ابدا، انا بس عايز اقول انه يعني مشروع كبير قوي يعني، بس ليا سؤال، اشمعنى يعني المشروع ده بيكسب قوي؟ أنا ما عنديش فكرة عن مكسبه أو خسارته إلا المعلومات السطحية من خلال مسلسل أو فيلم، لكن الفكرة جات لي من خلال متابعتي للقنوات الفضائية والإنترنت. في حاجات كتير ببقى عايزة أشوفها ما بلاقيهاش، وفي قيم ومبادئ موجودة على الشاشة ملهاش علاقة بينا كناس شرقيين. بس يا بنتي أنا الحقيقة ما عنديش فكرة عن الحاجات دي خالص. يعني مثلا يا جدي العيب والصح والأصول اللي أنت عايزنا نلتزم بيهم ونتعامل بيهم مع الناس، ببقى عايزه كل الناس تتعلمهم وتتعامل بيهم معانا برضو. فهمت قصدك، انت يا بنتي عايزه تنشري الاخلاق اللي احنا
اتعلمناها وتربينا عليها هنا في الأرياف. صح يا جدي، وفي حاجات كتير وأفكار كتير نفسي كل الناس تشوفها وتحسها زي ما أنا حساها. عايزة زي ما في قنوات فضائية بتنشر الفساد تبقى في قنوات بتنشر الأمل والخير عشان يحصل التوازن الطبيعي في الكون. ياه، كل ده في الدش والإنترنت؟ ها، قلتي إيه يا جدي؟ فكرة كويسة صح؟ يا بنتي بس انت كده الناس هيفتكروكي النبتة الصالحة اللي تفرع وتزهر في كل البيوت. وسميها شركة النبتة للإنتاج الفني. بس هيفتكروكي بتاعت فول نابت. يا بنتي بقول ايه، سيبيلي انتي الموضوع ده، انا هدرسه كويس واسال اللي يفهموا فيه اكتر مني ومنك، اما انتي ما تشغليش نفسك الا بمذاكرتك. صباح الخير يا جدي. صباح النور يا ابني. عن اذنك يا جدي. اتفضلي يا بنتي. انا اسف يا جدي ان انا ما بعتش العجلين بتوع فاروق، بس انا اوعد حضرتك ان انا هروح المزرعه دلوقتي وهنقي كل العجول اللازمه للفرح، وهتبقى تحت امر الجزار واوامرك طبعا يا جدي. انت صحيح ما رضيتش تبعت الطلبيه اللي طلبها بقى جدي؟ هو قال لك؟ ما هو لازم يقول لي، امال هيوفي العقود اللي انا اخدت فلوسها منين؟ ولا انت عايز تبيع له المواشي بتاعتي؟ ايوه يا جدي، بس احنا لازم نعرفه تمن العجول دي كام علشان. عشان ايه؟ انت مالك انت؟ المصنع مصنعي والمزرعه مزرعتي، وعارف فيها كل قرش بيدخل وكل قرش بيطلع. انت ايه اللي دخلك في اللي مالكش فيه؟ ازاي يا جدي؟ دي مزرعتي وانا ادرى واحد بكل حاجه فيها. انت مشرف عليها، يعني مهمتك تقول لي ايه اللي اتولد وايه اللي اتذبح وايه اللي يلزمك، اكتر من كده لا. وانا لو كنت عايزك تتكلم نيابه عني كنت عملت لك توكيل بالاداره زي ابوك وزي سلوى. عشان كده ست سلوى هانم بتزلني، بعتها تديني اوامر بناء عن التوكيل اللي معاها. اتفضل يا جدي اقرا، شوف الاستفزاز. ايه؟ ما فيهاش حاجة تزعل، بتقول لك إنها موافقة بناء على التوكيل اللي معاها، بتشيل المسؤولية عن أبوها. وأنا بقى إيه؟ محولجي؟ عليا أنفذ وبس؟ أنا مش هتكلم كتير، واللي أقوله يتنفذ بالحرف. أنت تروح تودي العجول المطلوبة، لأن أي تأخير هيترتب عليه عطلة في إنتاج المصنع وخسارة أنا اللي هدفعها لوحدي، أنا اللي هتحملها مش أي حد تاني، لا بهجت ولا سلوى. حاضر حاضر يا جدي، بس انا بقى مش هاخد اوامر من سلوى تاني، واي حاجه يحتاجوها تكون بناء على العقد، وحضرتك بنفسك اللي تقول لي الكميه والنوعيه اللي هم عاوزينها. انا مش هاخد اوامر من حد تاني. مش وقت كلام، احنا يا ابني في ايام افراح، عايزين الناس تفرح لينا مش تفرح فينا. وإن كان على غياب سلوى حرقك قوي للدرجة دي، روح لها يا أخويا واصطلحوا بدل نقار العيال اللي انتوا بتعملوه ده. يا جدي أنا ولا كلمة. هش. ماشي. إيه يا مال؟ أنت إزاي تسيبيني نايم لحد دلوقتي؟ أنت بتكلمني؟ مال بكلم نفسي، أنت مش عارفة إن ورايا شغل. ماني شايفاك طول الليل ماسك السخام الصغير التلفون دي عمال تلعب فيه، قلت بيظبط المنبه عشان يصحيه، ولا انت كنت مستني حد يكلمك؟ ها؟ حد ايه؟ وانا من يوم ما قعدت هنا بقى الموبايل يرن خالص. خلاص استفيد بيه واعمله منبه عشان يبقى يصحيك. طب وانت ما تصحينيش ليه؟ وراكي ايه؟ ورايا ورايا مليون حاجه دولول متلتلي، وانت يا اخويا عايز واحدة بقى حتى الاحمر والاخضر والاصفر والازرق، واحدة مهشتكي، واحدة ملهاش شغلانة غيرك انت. صباح الخير يا بابا.
اهلا، صباح الخير يا رأفت. هي يا عمي احضر لكم الفطار وصحي الواد مادي، ولا كل حي هيفطر لوحده؟ انا عايز افطر، حضري لي فطير وعسل. وانا زي جدي. عيني من عيني. انا عندي ليك بقى قلب قشطه، انما ايه سكر. طب بعد اذنك يا جدي هطلع ارخم على الواد مادي العريس ده كده. ها بسرعه. ايه يا ابو مالك مش طايق تبص لي ليه؟ وكل ما عيني تقع على عينك تبص في حته تانية. لان عينيك مليانه قله حياه وغطرسه. وليه ما تقولش انها عينين قويه؟ لانها صاحبه حق. خلاص ما دام الحق والباطل بقوا سيان عندك، خليك انت في حالك وانا في حالي، لان انا زهقت من كتر غلطاتك اللي بدون علام. احنا ابني في ايام افراح، عايزين الناس تفرح لينا ما تفرحش فينا. وان كان على غياب سلوى حرقك قوي للدرجه دي يا اخويا، روح لها واصطلحوا بدل نقار العيال اللي انتوا بتعملوه ده. الو رأفت، عاوز مني ايه؟ بتكلمني ليه اصلا؟ وعاوز منك ايه يعني؟ هو انت عندك حاجه تداني؟ انت بقى مصحيني من النوم عشان تحرق في دمي؟ ممكن اعرف مشيتي ليه؟ حاجه ما تخصكش والله. وثانيا انت مالكش حكم عليا عشان تقول لي امشي ولا ما تمشيش. وهتيجي امتى؟ اجي لمين واجي فين اذا كنت كلكم استخسرتوا فيا حقي؟ والله احنا ما رفضناش انك انت تاخدي حقك. ولا تقدر، ده حقي نصيب ماما. مش خدتيه وارتحتي؟ ولا انت بقى كنت رسمه انك انت تاخدي نصيبك وتروحي تعيشي في حياه المدينه اللي ما تقدريش تستغني عنها؟ ما انت عارف ان انا ماليش اصحاب هنا، يعني انا بدور على راحتي والمكان اللي احس فيه بالامان وبس. خلاص شوفي لي شقه جنبكم وانا جاسكم جنبك. اذا كنت انا اصلا عربانه منك عاوزني اجيبك جنبي؟ ما هو انا اجيلك يا انت تجيني، لكن نفضل كده كل واحد فينا في بلد ما ينفعش. وايه بقى اللي يقل نفع اذا كنت انا اصلا مش طايقاك؟ ولا انا كمان طايقك، بس غصب عني توحشيني بابا، عايز اشوفك. يا سلام، بقى مرة ايه بقى اذا كانت دي اول مرة تتصل بيا من ساعة ما سبتكم؟ ولا بقى مرة الفاكس اللي انت كسرته عشان بعتلك توقيعي؟ مش جايز كنت عايزك انت اللي تطلعي لي من الفاكس؟ عشان الضرب اللي كان نزل على الفاكس كان نزل على دماغي انا وموتني. وانا اقدر برضو، انا كنت قتلت نفسي. خلاص انا اصلا بطلت اصدق. طيب لو جيتلك بنفسي هتكسفيني؟ وفر على نفسك الاحراج عشان انا اساسا مش هقابلك. يبقى انت بقى ليكي سكه تانية وكنت تتحكي عليها عشان اصدقك لغايه لما تضمني ورثك، مش هي دي الحقيقه يا سلوى هانم؟ برضه انا حر ومالكش اي حاجه عندي. ماشي، بس يكون في علمك بقى يا سلوى هانم، لو فكرتي في حد تاني غيري انا هقتلك وقتله واشرب من دمكم انتوا الاتنين. ماشي؟ هما اجيب جد. طب يا رب إن ما علمتك الأدب وعلمتك إزاي تبطل العصبية اللي أنت فيها دي ما بقاش أنا سهوة. صباح الخير أستاذ رأفت. أو صباح يا عم، بطل مكابرة بقى، ما أنا سمعت كل حاجة. شوفي لي شقة جنبكم، يا ريتك أنت اللي طلعتي لي من الفاكس، هقتلك وهقتله هشرب من دمكم أنتوا الاتنين. بقى حضرتك بقى كنت قاعد تتصنت عليا وأنا بتكلم في التليفون. إيه يا عم أنت هتلبسني تهمة؟ ده انت اللي جاي قدام اوضتي وصوتك قد كده اساسا. طب حسك عينك يا مادي تفتح بقك قدام اي حد، فاهم؟ رأفت يا اخويا عيب، انت اخويا الكبير لازم استر عليك. جرى ايه يا عاصم؟ انت مش عاوز تغزي الشيطان بقى؟ هنفضل في الهم ده كل يوم. بتقولي لي انا؟ ما تقولي له هو، ده متعمد كل ما يشوفني يسبخ فيا كاني عيل صغير قدامه. ومال؟ ابوك وعايز مصلحتك. مصلحتي؟ هي فين مصلحتي دي؟ انه يصغرني ويجبرني اروح اطلب السماح من حته تاجر بيسترزق من خيرنا؟ ولا هنا
يعمل راسي براس بنت اختي عشان يعمل لها قيمه وسطينا. شوف انا هجيبها لك من الاخر. البت ده هي قص البلاوي كلها، وطول ما انت شايلها في دماغك كده ابوك هيحطك على دماغه ويزعق. وانا بقى مش طايقه. هو الحب بالعافيه يا ستي؟ ما هو اصل ملهاش حل تاني. شوف انا هقول لك على اللي فيها. انت تشوف ابوك عاوز ايه وتراضيه وتعمل اللي هو عايزه عشان ترتاح. وانا في ايدي ايه اعمله؟ ما هو بيعمل كل حاجه ويقبر واحنا علينا ننفذ وبس. واللي يعترض يبقى عاصي وبيشجع على العصيان. طب قوم قوم تعال قوم بس قوم قوم يا راجل. اتنطق يا اختي انت تقيل كده ليه؟ عايزه ايه بس يا امال؟ تعال اقعد اقعد على السرير كده واستهدى بالله وافهم معايا. نتكلم بالعقل والمفهوميه يا اخوي. اديني قعدت يا ستي. عايزه تقولي ايه؟ شوف يا عاصم يا حبيبي، انا فاهمه ابوك كويس قوي، عجناه وخبزاه. لما يحب يعمل حاجه هيعملها غصب عنني، سواء رضينا او مرضناش. لو رسيت حتى هيقعد في البيت ده كله لوحده. ليه حق، ما دام مفيش حد في البيت ده بيقدر يعصاه. ايه اديك قلتيه. وما دام البيت الدكتوره دي قدر ومكتوب عليني، يبقى لازم نرضى بيه. ايوه نبلفه وكده يبقى راضيت ابوك وما فرطناش في ارضني. يعني ايه؟ اسيبها تعمل راسها براسي وتحاسبني؟ دي تبقى مهزله. انت عارف الوليه مرات عثمان اخويا دي كنت فاكره انها هبله، انما طلعت وعي. قالت لي بعد ما عرفت ان البنت طفشت. قالت لك ايه؟ قالت لي ان البنت دي اكيد اكيد ابوها بيخطط لها كل حاجه. حتى لو بنت كانت عايزه تتجوز رأفت، الراجل مش هيبقى عايز انها تتجوز رأفت. ليه بقى؟ عشان ما يتربطش بالبلد. يقوم يمطل في الجواز يمطل في الجواز لحد عمي ما يزهق ويدي لها نصيبها. او يعني الشر بره وبعيد غادي، يعني غادي روحه هي اللي تزهق وتطلع، وساعتها يتمسك بتنفيذ الوصيه. هو ده بهجت عليك نور. واول ما يتلايم على نصيب بنته هيبيع الارض ويبيع كل حاجه، ومش بعيد ياخد بنته واولاده ويسافروا على بلاد بره، وساعتها بقى هنلاقي لنا مليون شريك في ورثيني. ما هي لو دي خطته يبقى لا يمكن يجوز سلوى الرأفت. لكن لو ابوك صمم الجوازه هتتم، وبدام الجوازه تمت البت مش هيبقى لها حضن غير حضنني، ومش هيبقى لها بيت غير بيته وجوزه وعيالها اللي هتجيبهم، وهيبقى كل حاجه تحت ايديك انت. والراجل اللي اسمه بهجت ده لو حب ان هو يجي ويتدخل البت هي اللي هتقف قصاده. يبقى هو ده غرض ابويا، عايز يزرعها وسطنا بالعافيه. لا احنا نقدر نستغنى عنها ولا هي تقدر تستغنى عننا. هي تقدر عشان ضمن حقه، انما احنا اللي هنحتاس يا عاصم. وما قدمناش غير حل واحد، ان احنا نسمع كلام كبيرني ونتحمل بقى تقل دمه وغلاسته ورزالته، والبركه في ابني يكسر شوكته. وانا عارفه رأفت ابني راجل ويعملها. امري لله، ما اشوف ايه اخرتها معاك يا غرباوي. طب يلا تعالى تعالى. اتفضل. بلا فاكس بلا نيلة، انزل. اديني جبت لكم الواد العريس من قفاه. اترزق هنا يا صباح الخير يا جد. مبروك يا عريس يا عريس يا عريس. خلاص يا عمي، عاصم خزع عين الشيطان وخزقها له وقال له ابعد يا شيطان، وخلاص عرف غلطته. عرف غلطته في حق المعلم راضي، ولا في حق سلوى، ولا في حق ابوه، ولا في حق ابن عمه؟ في حق كله. البركه فيك يا عمي. ما تتكلم يا عاصم. انا اسف يا بابا، انا فعلا كنت غلطان وما كنتش عارف غرضك. عرفت ليه بقى انا سويت بينك وبين بنت اختك اليتيمه؟ عشان انت تاخدها في حضنك تحميها. وانا وعدك يا بابا اني احميها، بس من فضلك زي ما سويت بيني وبينها في الاملاك، يا ريت تعرفها ان عيب قوي انها تنسى اني خالها. حبها يا اخي، حبها واحميها. الله، عمرها ما هتفكر ترفع راسها.
راسها قصادك، بس انت احبها وانتوا كمان يا اولاد اعملوا كده. انا عن نفسي يا جدي اكتر واحد بحبها فيكم كلكم، واكتر واحد مقتنع بحقها. صحيح انا في الاول كنت واخد موقف منها، انا كنت فاكرها نصابه، بس بعد كده خلاص عرفت غلطتي وخلاص نسيت الموضوع. يا سلام اتكى قوي يا اخويا على كلمة بحبها دي يا عم الحبيب انت راخ. بس ما جبتش سيرة المكالمة خالص، احترم نفسك. أنا كمان نفس موقف مدي، صحيح ما انكرش إن جوايا غيرة، إن نصيبها أكبر من نصيبي، لكن ما دام جدي هيعمل لي مشروعي وهيعيش مبسوطة يبقى مفيش مشكلة، وفي النهاية بنت عمتي ومرات أخويا. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ لا طبعًا، ده الكلام ده في المشمش. طب الحمد لله، وأهو المشمش طلع واستوى وتبقى حلو بقت مراتك. ايه يا ماما في ايه كده؟ ما ينفعش على فكره. ايه اللي قال لي نفعه يا ابن الهبلي؟ هي دي مش خطيبتك؟ ايوه دي خطيبتي، وخطيبتي دي اللي رفضتني ورفضت تتجوزني حتى اساله جدي، وانا بقى بصراحه مش شيخه. لا هو صحيح هي رفضت ومعلش كان معاها حق، لان كل اللي خافت منه وعملت له حساب حصل منك ومن ابوك، لكن لما انتوا رجعتوا للحق بقى واعترفتم بنصيبها خلاص ما بقالهاش اي حجه عندكم. يعني ايه يا جدي؟ يعني خلاص هتجوزها لي؟ خلاص ان شاء الله النهارده باذن الله نروح نعملها لها مفاجاه، نتغدى مع سلوى وتقدم لها شبكتها، والخميس الجاي تتجوز مع اخوك، خلوا قلبي يفرح بقى. ايوه بابا، بس كان لازم نقول لبهجة الاول ونقول له يعني. لا 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 لا, لا, لا. مالوش لزوم الكلام ده، احنا نروح كده ما نجيبش اي سيره وما نديش فرصه للشيطان يلعب بدماغهم، احنا نروح لهم وما نتكلمش معاهم في حاجه الا لما نوصل باذن الله. مبروك يا عم رأفت، مال وجمال. اعوذ بالله، النهارده الخميس. اديك طفت معايا على كل الارض اللي رجعها لي عمي، وزي ما شفت كده كلها مزروعة ذرة ورز. ايوه بس انا ممكن اشتري منك محصول الذرة كل. ماشي ماشي يا راضي، انا موافق علشان بس ارضيك يا راضي. كتر خيرك، بس انا كده برضو مشكلتي ما اتحلتش بالنسبة لعقود التصدير اللي انا ماضيها مع المستورد. ايوه عارف عارف، كلها اخضار. يعني حكم عمك بانك تبيع لي بدل عاصم ما حلش اي مشكله بالنسبه لي. عمي بيعزك يا راضي، اذا ما انت كبرت له هو برضه مش هيصغرك وهيخلي عاصم يبيع لك المحصول. ايوه بس انا خايف برضه لا يفتكر ان انا بستغل الظروف وحقي عند عاصم عشان اخد المحصول. لا 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 يا راضي، حقك اترد لك وبالزياده، كفايه قوي ان عمي زارك في بيتك بذات نفسه وكلنا معاه. ما تنكش في الموضوع ده، الا دي نار تحت الرماد. ايوه بس انا لا يمكن اطلب حاجه ابدا من الغرباوي، لا يمكن، لا يفتكرها تمن اهانه، وده لا يمكن ابدا اقبله على نفسي ولا اي حد من عيالي ممكن يقبله. ايوه فاهم فاهم، انت عايزه تيجي من عمي جوران خاطر وانت قاعد في بيتك معزز مكرم. براوة عليك براوة عليك يا عثمان، كده تطفي النار اللي تحت الرماد واتباها ساعتها في وسط الخلق كلهم، واقول لهم ان انا ليا معزه خاصه عند الغرباوي. اما انت بقى يا عثمان هيبقى لك جميل كبير في رقبتي. ماشي يا راضي ماشي، ربنا يقدرني على فعل الخير. الحرص واجب يا بنت، انا مش عايزه حد يسمع اللي احنا هنقوله. ايوه عشان ده سر بيني وبينك لوحدينا كده. اسمعي يا ابو سيمي، اني طول عمري بحبك انت بالذات. ايوه والله رغم ان امك تقرف انما اني بحبك انت يعني، وعايزه اقول لك على سر من اسراري وعايزه افضفض لك كده. يعني اني زهقانه من روحي ومن نفسي، ونفسي يعني كده اغير من نفسي ادندش روحي. يا ريت يا طنط، والله شكلك هيبقى حلو قوي. الا يكبر بخاطرك يا بنت يا بوسينة يا كوز العسل. طب انا ممكن اساعدك ازاي؟ لا ده انت تقدري تساعديني وتساعديني. شوفي بقى لما ننزل مصر تاخديني من ايدي كده ونتسرب ونتسحب
ونروح نجيب شويه حاجات، احدث الحاجات، الحاجات يا بنت اللي كنت بتكلمي ناهد عنها اللي هي ما عرفتش تجيبها، فاكره لما عيبت لها عليه؟ اه بس دي ما تنفعكيش يا طنط. يا سلام، ليه يعني؟ لا هي جت لغايه حدي وقالت ما ينفعش، بس انا خايفه ما تعجبكيش. اني طايله يا بنت، اني نفسي اعمل حاجات كده زي بتاع مصر يا اختي، مش هتغندر كده واتميز زيهم. ايوه زي المدعوة، قصدي المحروقة، قصدي المقصوفة، قصدي المحروسة امك. بس في مشكلة بسيطة يا طنط. ايه؟ انا بعد فرح مادي هعيش في مصر ومش هكون فاضية عشان هبقى مشغولة في مذاكرتي. ليه؟ لو انت فاكراني هستنى لغاية فرح اخوكي مادي، لا، احنا النهارده ان شاء الله واحنا عند البيت سلوى في مصر ننزل نسلت انا وانتي ونروح نجيب كل حاجه من غير ما حد يحس. اني بقى اجي هنا احط الحاجه دي في الدولاب. ايوه لما عوزها اطلعها البسها واتغندر بيها، ولما ما عوزهاش ادخلها في الدولاب تاني لا حس ولا خبر، واخرج لهم الست امال المحترمه ولا كاني عملت حاجه. شرفتونا ونورتونا يا سيدي. الله يشرف مقدارك. شوفوا يا جماعة، احنا لازم نعمل حسابنا كلنا نكون في البلد قبل سواد الليل عشان المعازيم اللي هيكون هناك. طنط كده كل خطتك باظت. ليه يا بيت؟ ليه؟ لا مؤاخذة غرباء وبيه، تقصد ايه بكلنا؟ احنا جايين نمشي حسب الاصول ونقدم الشبكة للعروسة في بيتها. ايوة بس العروسة ليها شروط. هباجت، احنا نأجل دلوقتي اي كلام لحد بعد الغدا، وعلى ما الغدا يجهز انا كنت عايزه اتكلم معاكي شويه. ست امال، لو انتوا عندكم في مصر الاكل بيطبخ روحه بروحه، يجهز ازاي لوحده يعني؟ انا مش فاهم. افهمك يا ستي، ماجي وحاتم هينزلوا يجيبوه من بره. يلا يا حاتم. وانا هروح معاهم يا طنط. روحي يا حبيبتي. بنتي يا ابو سينا يا عسل انتي، وانت تحت معاهم ابقي نقلي حاجه كده على ذوقك. ما ينفعش. لا ينفع، ما تعقديهاش. بقول لك ايه، انا مش عايزه حاجه كبيره يعني، حاجه على قد الحال كده، جبر خاطر ابقي دسيها في العربيه. حاضر حاضر. يلا روحي معاهم. في حاجه يا ست امال؟ لا يا اختي، ده اني اصلي كنت بوصيها على اكله، واصله عيان وعايز مسلوق. مسلوق؟ طيب اتفضلي معايا. اهلا وسهلا، شرفتونا. اهلا بيك يا عم. بعد اذن حضرتك ممكن اخد سلوى بس شويه كده في البلكونه، هفرجها على الشبكه قبل ما اي حد يشوفها. اتفضل يا ابني. سلوى. حاضر يا بابا، مدام جدي جه لغايه هنا بقى تحت امره، لان اكيد اللي هيقوله هيبقى في مصلحتي. الله عليك يا بنتي، محدش فاهمني صح قدك انتي. اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا دكتوره. القاب في الاول. ما دام بقينا لوحدنا نقدر نتكلم براحتنا. ايوه بس ما تنساش يا بهجت ان انا خالها، يعني لازم تحط في اعتبارك اننا اهل وهنخاف على بعض. كده ليه؟ عشان ابو سلوى عارف يعمل لها كرامه، خلى كل العيله تروح لها وهي قاعده معززه مكرمه. انما انتوا بقى بترخصوني تكتبوا كتابي بالمحايل او بالواسطه. عندكم استعداد تعملوا اي تنازلات كده بالسهل كان بنتكم دي هتبور. اهدي، مين اللي قال الكلام ده؟ ده انت واخده مهر وشبكه، ما فيش واحده خدت زيه. اهو كله من جيب جدي، ده حتى الارض لما رجعت لنا رجعت كانها فضله خيرهم، الصدقه اللي بتصدقوا بيها. صدقة؟ هي يا بنت الأرض شوية عشان يتصدقوا بيها. بصي من الآخر كده، أنا حاسة أن أنا بتجوز من غير كرامة، وطالما أنتم مش عارفين بقى تغلوني أنا هعمل لنفسي قيمة وهخلي الكل يعمل لي ألف حساب. أيوة أيوة، باين لها مش هتعمر الجوازة دي. ما أنا لو ما عملتش لنفسي قيمة، وخصوصا قدام الست سلوى، لما يعني جوازتها على الأستاذ رأفت تتم على خير، هبص ألاقي نفسي مرمطون عيلة الغرباوي. إيه يا بنت؟
انت ناويه تعملي نقرك من نقرها من اولها كده؟ لا يا ضنايا، دي وريثه ونصيبها اكبر من نصيب رأفه. ما لو جوازتها تمت هتعمل عليا ست البيت. ما تعمل وانت مالك، احنا مالنا احنا، انت ليكي بيتك اللي في مصر الفيلا. لا، انا ليا في كل حاجه جوزي له نصيب فيها، ومن حق ادافع عن اللي ليا، ولازم يبقى تحت امري.